بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه من والاه. نانسو كن حلقات أركان الإيمان لواسبنا كنون خن نركنين ركن آخر جن ركن والترجن أركان الإيمان والتقين خن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نان ونؤمن بالقدر خيره وشره تلقى بينه قن ورنقن دليل نيخ والدليل على هذه الأركان الستة قوله ناركان نول تلقنا عن زكانو قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والدليل قوله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقه بقدر. طيب يعني الله سبحانه وتعالى ناش يعنيس ناتك تفسير الخلق لنا نان القدر ورانقن القدر نؤمن بالقدر خيره وشره ورانقن قدر القدر بفتح الدال لغة العربي تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته. الله سبحانه وتعالى ني علم دي ني حكمة دي ني قدرة دي ني اقتداء دي ني قضاء دي جار بي سنة معناها جن جار قدر سمعت جن. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور وانا قدر إنان آمرنا أبو آمرنا أبو ني خير دي ني شر لي ني شر دي مؤمنين أخنو ما قدر الله ما شاء فعل ينو كلبرنا الإيمان صبر جار لد انتعقون ينو خير دي شر دي نيوك كرا شر سنقن رزق دي ولا دي عافية دي علم دي خير جن. الحمد لله يعني جار شكر نيم جار لدقين ينو آمن بومر شكر نور لهم شعرهم معنا جن. إن سجى سمعتني ورانا جن إن الإمام بالقدر دمان سول لهم لاريا الإمام بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا سواء كان ذلك وما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. لاري الله سبحانه وتعالى جار علم كامل شاخ جملة دي تفسير دي سي. يعني كمو أكو بهليل أكو لار أكونو تفسير دي دقمد لا لاري سي يعني كن قنايس فليس بوسنا بهر أكو كتلة أكور يعني لاغش معناها أجن اختصار در تفسير در معناها أجن. أزلا دائما أبدا مانا نسوق ديوه يخلدك وانا يخر اخرا سكر اخو دم بكر يعني نين ناوكا ورد خصا سوغن ورد علاق سوغن ورد جرب سوغن ورد عانا يوغن ورد نقلنا اهتمام ورد خصا سوغن نين معناها افعال الله سبحانه وتعالى سودي افعال كودو ان قبار نيو قنشين نيو ين عبيد نيو عبيد جارو مخلوقين نيو لسنودي ناتك الله سبحانه وتعالى أرأخ اللهم قن كامل أرأخ اللهم قن معناها قن نين لاري جرب دكنا إن الله سبحانه وتعالى نيتك على كنين لاري قن من أشياء أن الدمان سولد لهم النقاط أن الإيمان بالقدر جرب سولد لهم لينغريها دليل ورشحنا لنا لنركض إيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. اللوح محفوظ لي الله سبحانه وتعالى كتب كل من يسناتك ونالين أمرنين الله سبحانه وتعالى وريكم ديبهم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نسمع اثنين صعوبات شغلاني صعب أخلاني تبخ أخلاني جار لي حفظ رولهم جار نيتك الرؤين أفعال دي ينا أقوال دي نا أشياني ناو وانينيت كتبسو جار دي الله سبحانه وتعالى. وحديثين آياتين نأنا عن دليل نذكر لكم نان حديث لي كذلك حديث في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض
50,000 سنة. الله سبحانه وتعالى ناتك مقادير ان خلائقه ان جار قدر لهم ما نكتب كلهم سماوات دي ان عصر دي ان بردي ناتك خلاقي 50,000 سنة. ان كلن سح 1,000 سنة ان كلن سح آلاف أكو سنين الله سبحانه وتعالى ما نكتب لهم يوم نين لينا نقطة جن إنسي خاريا وران جن سجد من سكون خن لاريا إيمان الله سبحانه وتعالى نيتك نيتك جملة وتفسيرا رحوا أكاد سي خاريا كتبوا لينا ريا كتبوا لوانا باللسان عصون القرآن لدر سنة لدر سي خاريت الإيمان بجميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى سواء كانت مما يتعلق بفعلي أو ما يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله وربك يخلق ما يشاء ويختار ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوا فضرهم وما يفترون. نا أشياء نين إن الله سبحانه وتعالى نا كائناتي نيوك ني علم آكوغن إن الدنيل لا سنعت جار قدر قخلو وري جار أرق قخلو آكاغ إلاني معصية أخن خير أخن شر أخن نيوك نيوك بعلم الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله وبقدر الله آكاغن جار قدرولو آكاغن جار أرقولوانو آكاغن نيوك ني علم دي ني قدرة ديسي آكاغ معنا هاجل. ولا يكون الله سبحانه وتعالى النقطة سجريت الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال الله سبحانه وتعالى ولا يكون الله سبحانه وتعالى جميع معناها نروك ناخرك إن الدنيا لهم بو نكائنات نمخلوقات نجار خلق أول لهم نرشوت لد ناشوت لد يعني بذاتها نعقول نرأخر لدك نأخر لدك ناشوت لدك نوك بذاتها بالذات أنتي نكون مشكين بالذات أنتي فلان ينكون يان بذاتها ووصفاتها ورنا صفات ورنا حركات ني وكنين. الله سبحانه وتعالى خلق رجل ولا يكون الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى خلق خلق صدر معناها الله سبحانه وتعالى يكون الدليل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا يكون أيضا الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله سبحانه وتعالى نشأنا ونقدره. وقال إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه والله خلقكم ما تعملون. إيمان إيمان يعني قدر إيمان جار وصف ود إيمان يعني لازم إيمان كامل أخرشه نا قدر دي ني خير دي ني خير ني خير ني خير دي ني شر دي سورة يكون. والإيمان بالقدر والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينا على ما وصفنا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة وقدرة عليها لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. أما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة. طيب إنسان قدرة رشاخ مشيئة رشاخ اختيار رشاخ لكن محدود من بشره إن ملكة حسن عدلي قدرة شاخ ديبو اختيار شاخ علم شاخ لكن علم إنسانك محدود جن معرفة إنسانك محدود جن واسع أخلا مستمر أخلا أزلي أخلا أبدي أخلا
محدود كن. ايوه والله سبحانه وتعالى ورا يكون فمن شاء اتخذ الى ربي مآبا. والله سبحانه وتعالى ورا يكون فاتوا حرثكم ان شئتم. والله سبحانه وتعالى ورا يكون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. والله سبحانه وتعالى ورا يكون ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني مشيئة انسان وقدرة انسان اخر محدود كن. ودمرين الله سبحانه وتعالى يعني اختيار أخنا اختيار أخنا ورهب نتي واقعيا ورهب نت ورأسينا جرسنا ورأسينا جرسنا يعني يعني مشيئة إنسانه ورأكت فرق إرادته ورني أكت يعني إنسان قدر شاق حدود شاق نيدم بك حرقني ورأ ورأ هبت ورأ جربت يار أولد من قدرة سير مشي أسير أنا اختيار سير. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقولنا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم الله سبحانه وتعالى نهبه يعني وهبني قدر دي شرديسي آمنت نهبه ودخونا أشياء كثيرة بيان قل لقنا نتبيانين يند فايت واني قديبوغن. وكل شيء قدرناه بقدر نهبني نيسي دونوغن. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.